Welcome to Cardio Alex 19. Today we have the special professor Amal Fouad. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيكي. الحقيقه يعني انا سعيده بوجودكم معانا. احنا اسعد يا دكتور. دكتور ممكن حضرتك تعرفينا بنفسك؟ انا دكتور امال رزق، استاذ تحاليل طبيه في القصر العيني في كريتيكال كير ديبارتمنت في كار يونيفرستي. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي دكتور. ايه راي حضرتك في المؤتمر السنه دي كارديو اليكس؟ والله كارديو اليكس كل سنه بيضيف لنا حاجات ويفاجئنا بمواضيع جديده جدا جدا، واغلبيتها فعلا هتبقى طريقه ازاي نعالج بيها بطريقه احسن ونتفادى الامراض بطريقه افضل. دكتور كنت عايزه اعرف من حضرتك هاو تو بريفنت ديزيز. هو ده الحقيقه الموضوع اللي كل الناس دلوقتي فوكسنج عليه، يعني كل الناس فعلا بره في يوروب في امريكا كلهم بيدوروا ازاي هاو تو بريفنت ذا ديزيزز راذر ذان تو كيور ذم. يعني البريفنشن دي اهم حاجه. الناس لازم يعني يبقى في وعي للجمهور وللناس انه في حاجات كتير قوي ممكن نتفاداها لو قدرنا نعمل بريفنشن لحاجات كتير، زي الستايل اوف لايف، الناس يبقى عندها الهابت انها يبقى عندها اكسرسايز، تاكل بطريقه منتظمه، بلاش الاكل كتير، الاكل على فترات طويله، الهيلثي فود، النوم بدري، دي حاجات مهمه جدا، وكل ده بيساعد انه الجسم يبقى مش لودد ويبتدي يتحرك بطريقه مظبوطه. البريفنشن احنا بندور على البريفنشن بالذات في الناس اللي عندهم هيستوري في عائلتهم، يعني في ناس كتير قوي عندهم فاميلي هيستوري انه ناس كتير قوي في عائلتهم ماتوا بدري، جالهم كاردياك ديزيز، سادن ديث، فالكلام ده كله لازم يلفت نظر الدكاتره انهم يعملوا سكريننج، وده الجديد للجنريشن الصغيره منه وهي صغيره عشان نشوف مين اللي هيبقى عنده سنسبتيبلتي انه يجيله المرض ده ولا لا، ويتعمل بروفيلاكسس، ياخد تريتمنت وبدري بحيث ان المرض ده يا اما ما يجيش يا اما يبقى الكومبليكيشن بتاعته تبقى قليله اقل. طب والريسك فاكتورز؟ الريسك، ما هو الريسك فاكتورز دي هي اهم حاجه بتؤدي الى هذه الامراض. زي الهايبرتنشن، الضغط الدم اللي موجود بطريقه غير طبيعيه، الانسيدنس بتاعته عاليه جدا في مصر. وطبعا برضو زي ما بقول الستايل لايف والملح الكتير والضغوط طبعا بتاعه الحياه. الحاجات الثانيه زي الاكل الكتير في الهايبرليبيديميا لو قللناها. الحاجه الثالثه السموكينج، طبعا السجاير دي دمار، يعني التدخين لوحده هو دمار انه يجي له يزود من هذه الانسيدنس. ميرسي جدا يا دكتور، كنا سعداء جدا بوجود حضرتك معانا السنه دي في كارديو اليكس. ميرسي حبيبتي، ثانك يو.